هاي يا جماعة، هاي حبايب ولا هاي يا جماعة؟ لا هاي حبايب. هاي للكل. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا فيديو كتير حلو واللي هو تحدي الأكل الرخيص ضد الأكل الغالي. ضد الأكل الغالي. كثير متحمسين، بس ما بعرف مين بده ياكل الاكل الرخيص ومين بده ياكل الاكل الغالي. انا الغالي. هلا الغالي. شو اخترنا؟ اخترنا ناكل شاورما. رح نختار الساندويتش العادي اللي بيكون كثير رخيص كوجبه، وبدنا نختار الوجبه الكبيره اللي بتجي مع بطاطا وبتجي مع صوص وهيك شيء تكون كثير غاليه، ونشوف شو الفرق بيناتهم. بس قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. هاي حبايب جيجل فلوز، اليوم عنا فيديو لماينكرافت. ها؟ لا يا جماعة جورجيو ماينكرافت اخذ له عقله عن جد. هلا قربنا نوصل على المحل اللي رايحين عليه، كثير جوعانين نص صبح لهلا، يعني هلا صار وقت غدا ونحن ما اكلين ولا شيء. مثل ما قلنا شاورما، ورح نقسمها بالنص، يعني رح ناخذ وجبة واللي هي تعتبر غالية وساندويشة. يعني رح ناخذ اكبر وجبة عندهم اياها، تمام، هي اللي رح نجربها، ورح ناخذ سندويشة عادية ونشوف الفرق ونحكي. سندويشتين شاورما، تمام. بدي وجبة شاورما لحالها. هلا وصلنا محل ما رح نطلب الشاورما. سألناهم شو عندهم، طلع عندهم شاورما عادي سندويش. شاورما انه كثير واو، يعني شغلة عظيمة. سوبر شاورما هيك اسمها، هيك شيء. فطلبنا وحده هيك ووحده هيك، وجبه عاديه لجورجيو. هلو، الوجبه المعتاده لجورجيو. يعني انا ما بعمل تحديات. بتشوفوا التحدي على قناته؟ ما كان نشوف بس على الاكلات. واو، عازمني على قناته. لكن هلا جاي الطلب، حابب انزل اللي رح باشر بالوجبه السوبر. لا بدنا نبلش بالوجبه العاديه. نعم 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 الوجبة العادية. طبعا نقسم كل شيء بالنص على اساس انه انا جوعان وما في شيء بيشبعني عن جد. هو عنده وجبة اسمها سوبر شاورما، هي الوجبة واو هيك على اساس. فلنشوف، وحدة حقها 3 يورو الساندويشة، وهذيك حقها 25 يورو، ففرق كثير كبير بيناتهم. يعني 25 يورو و 3 يورو كثير كبير الفرق. رح نشوف شو هالفرق العظيم اللي رح يكون بين ساندويشة حق 3 يورو وجبة هي نفسها بالمفروض، يعني ولشخص واحد حق 25 يورو. هاي صحن التبولة، هيدا بيجي قبل كل شيء لازم ناكله ولا لا؟ ايه ايه اكيد. ايه هذا بس هذا، يعني هيك انه الواحد بيجي على باله، يعني بس بدي اكل بطريقة شوية. لا كله كله أمل. شيف بالمطعم هون جاي من أبو ظبي، فكثير أكله طيب. فبس نجي لهون، التبولة عنا أساسية. ما بعرف إذا كلكم تعرفوا شو يعني تبولة، بس يعني عنا شيء أساسي إنه ناكل تبولة. هلا رايحة آكل، يعني خلصوا لي إياها كمان. هاي وجبة جورجيو إجت. أنت معنا بالتحدي ولا؟ لا لا، هي وجبة انه عادي شاورما بس وجبة، اوكي؟ جورجو عم ياكل ونحن اسا قاعدين ناطرين وجباتنا. ليكو هلا وصلوا وجبات، اوكي؟ الوجبة اللي حكيتنا لكم عنها اللي كثير ثقيلة واو، والوجبة العادية اللي هي عبارة عن ساندويتش. واحد اثنين ثلاثة، شوفوا معنا. هي الوجبة العادية اللي هي عبارة عن ساندويتش، بس قسموا لنا اياها لاثنين مشان نقدر نعمل التحدي سوا. وهي هي الوجبة الواو اللي حقها 25 يورو، اوكي؟ ليكو هون بتجي ساندويش من تحت، هون ساندويش، فوقه شاورما فلش، بيجي معها بطاطا وكريم توم وسلطة مايونيز وما بعرف كتير اشياء. وهون شو هيدا، مخلل او شيء. فهيدي اول وجبة، هيدي تاني وجبة. هلا بدنا نبلش بالساندويشة العادية، اوكي؟ تفضلي تاني. هي انا. تفضلي وين؟ تفضلي. لا. والله ما بدي.
طبعاً طولي ما في جناحة. هي الشاورما فيها شاورما وصوص ومخلل. خلل بس رائع جد. أنا هذا الخبز عشقي. الأول هاي وجبتنا السوبر اللي رح نبلش فيها بعد شوي. هلا غسلت ورجعت، هلا خلصنا من هاي اللي هي الساندويشة العادية. طبعا عن جد رائعة. هاي شوفتي، هاي شوفتي الثانية، هاي شوفتي. الشيء المميز بهي الوجبة انه فيها الشاورما هيك. اوكي طيبة طيبة. انه فيها بطاطا، فيها كريم توم اكسترا. هلا الشيء اللي حبيته بهي الوجبة انه فيها هيدا الكريم توم، فيها سلطة وسلوك اكسترا. هلا في شيء بيميزها، كثير في شيء بيميزها، بس كمان الساندويتش كثير طيبة، عن جد كثير طيبة. والشيء الموجود بهيدي ال يعني المكون الأساسي لهي الوجبة هي الساندويتش، هي نفس الساندويتش. ليكو دايم دوق الآن، دوق معي بس كده بقى نسيح كده. نفسه صح؟ بس انه مثلا بديك تزيد توم حب زيد توم بس على فكرة فيني انا عم بطلب الساندويتش اقول له يكون بزيادة. اذا بدي بطاطا فيني اقول له حط لي بالساندويتش بطاطا. تمام حلو زيادة. يعني هي نفس الساندويتش لكن نفسها فيها شغلات زيادة اضافية. والشكل بس هلا بس شو بدنا حلو انه واحد هيك شرحة شاورنا هيك يمسكها طعام اخر. ليكو وين صارت وجبتنا؟ السندويشة كاملة من هدي عن جد بتشبع. بتشبع شبع. عن جد بتشبع، بس هي الشيء الحلو فيها بس مثل ما قلنا لكم الكريم توم. فيك تطلب كريم توم اكسترا بأي سندويشة أنت بتطلبها. في محلى هيدا، كمان فينا نطلب زيادة. بطاطا، فينا تطلب اكسترا بطاطا بالسندويشة. شو رأيك هيدا الشاورما المدللة؟ لا 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 أنا بحب الجزر، أنا بحب الجزر، أنا بحب الجزر. ما كريم جزر وكريم يقوي النظر. بحب الجزر بس بلا كريم فوق. الوجبة نجرب الوجبة. هلا هي الوجبة لشخص وهديك الساندويتش لشخص، هنا أكلنا نص بنص بس أنت أكيد أكلت هون أكثر من شاورما. أكلات ملوكية جربنا كيف ما شفتوا ساندويشة ووجبة سوبر. هيدا ما حبيت كتير وهيدا حبيت كتير. يعني ما مو لازم كنت تطلب ساندويشة عادية؟ صح، يعني بس كنت بزيد بطاطا مخلل وكريم توم بس. بس ما بقى قادر. اوكي شو اكلت؟ وجبة عملاقة، كنت اكلت ساندويشة ضفت لها كريم توم ومخلل صارت نفس الشيء. يعني لك وجوجو شو زاد بأكله كثير حرام، كل هالبطاطا ونص الساندويشة ما قدر ياكله من ورا أكل البطاطا. وأكل كريم توم كل يوم يا جماعة. هلأ خلصنا أكل بس كتير زاد أكل عنا، يعني البطاطا بطاطا وكريم توم وشاورما الفلش. طلبنا ساندويشة لشخص، طلبنا وجبة لشخص وزاد اكل لشخص. فجد انه الوجبه مع الساندويتش، الوجبه السوبر مع الساندويتش كانت كبيره. الفرق
بس انه اشياء اضافيه زياده يعني هيك انه انت بتستمتع اكثر انه عم تاكل انه مثلا بدك تزيد كريم توم بدك تاكل بطاطا هيدا الشيء الوحيد ممكن واحد يعني. يجيب شغله غاليه انه اذا هو على باله هي الشغله الغاليه اللي ما في منها انه بسعر اقل هيدا كفكره بس انه انا عندي هي وعندي هي بس هي اغلى من هي لانه هيك شوي زياده وهي نفس حرام يعني جد حرام يعني فكرتنا رح نحكي عنها انه نحن طلبنا سندويشه بثلاثة يورو هي بتشبع شخص بالضبط وطلبنا وجبه كمان بتشبع شخص ب 25 يورو 3 يورو يعني كم سندويشه كنا طلبنا ب 25 يورو اكثر من 7 اضعاف يعني 8 اضعاف يعني 8 اشخاص بياكلوا 8 اشخاص كانوا اكلوا يعني الفكره انه مو غلط الواحد اذا قادر يعمل هيك شيء بس بصراحه مو بشكل يعني. دائم بالزبط. حرام لانه لازم نفكر انه في ناس كثير ما قادره تاخذ هي السندويش ب 3 يورو نحن احيانا بنقول هي انه فينا ناخذ هيدي الاكسترا الواو فقناعه بحياتنا هي الشيء اللي كثير حلو كنا حابين نوصلكم هي الفكره بهيدا الفيديو انه ان شاء الله تكون وصلت تفكر يعني بهالطريقه انه حتى اذا معك اذا معك وقادر تشتري فكر باللي ما معه وبدل ما تحط الوجبة حقها كتير هلأ أوكي 25 يورو يمكن حدا يقول إنه لا ما أنا كتير فيها وجبات أغلب كتير بس هيدا إكزامبل لألكم إنه نحن بدل ما نحط هيدا المبلغ الكبير على شيء واحد فينا ناكل نحن ونساعد غير ما قادر يأكل فإن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم تحدي اليوم نحن عجبنا كتير جوزي شو فكرتك كمان برنا شو فكرتك مام فكرتي إنه مثلا ليك وهلأ طلبت وجبة البطاطا ما خلصتها كل شيء ما خلصته حتى الشاورما ما خلصتها لا كان بدك كم شغله اكسترا وخلص مره جاي بدي اطلب لك نص سندويش شو رايك انا اكلت ربع سندويش اوكي انت شو بتحب تعمل بدل ما تطلب سندويش او هيدي الوجبه شو كان فينك تعمل بهالسعر ممكن اطلب وجبه بس اكل نصها واعطي نصها للعالم الفقراء وهيك او تطلب انت سندويشه وتعطي بالسعر الثاني او تشتري سندويش لحدا محتاج صح جود فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم بس قبل ما نخلص الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب سبسكرايب لايك وشير وسبسكرايب كلنا بالمطعم سوا فضحنا باي